هاد المحطة ديال جهة مراكش أسفي هي محطة جد مهمة بكون أنها هاد الجهة هي وجهة وطنية، وجهة يعني دولية، وجهة في واحد العدد ديال الميادين الاقتصادية اللي هي السياحة، الفلاحة، كذلك الصيد البحري، يعني الصناعة التقليدية، واحد العدد ديال الاستثمارات فيها. كاين الإشكاليات، حنا جينا باش نسمعوا الناس والمشاكل ديالهم والهموم ديال المواطنين باش نحاولوا نحولوها إلى إن شاء الله المبادرة ديالنا، يعني في هذا النموذج التنموي اللي بغاه صاحب جلالة، وهذا الإنصات يخلي أن أفكار تطلع وغادي نتمكنوا منها إن شاء الله باش نقدموا برنامج في المستقبل. وكان الحمد لله حضور جيد من جميع يعني المناطق ديال الجهة، وأفكار اللي هي متعددة اللي غادي تخذ بعين الاعتبار.